نظمت هيئة البحرين لثقافة والآثار أمسية تدعو إلى إقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لمبادرة الهيئة باعتماد يوم عالمي للفن الإسلامي، وأقيمت الفعالية بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار والسيد إرنستو راميريز نائب المدير العام للثقافة بمنظمة اليونسكو، إضافة إلى تواجد عدد من السفراء المعتمدين لدى اليونسكو وممثلين لدول عربية وإسلامية وشخصيات ثقافية وإعلامية. وسيتناول اجتماع المجلس التنفيذي لليونسكو قضية إقرار اليوم العالمي للفن الإسلامي خلال اجتماعه الذي سيعقد مطلع أكتوبر القادم، حيث دعت الهيئة لرفع توصية إلى اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة اليونسكو بإقرار اليوم العالمي للفن الإسلامي ليوافق 18 من نوفمبر من كل عام. وأشارت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة إلى أن هيئة البحرين للثقافة والأثار ومنذ اختيار المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية تعمل على الترويج للفن الإسلامي بكافة أشكاله والقيم التنويرية للإسلام، مؤكدة أن الدول العربية والإسلامية تمتلك العديد من الكنوز التاريخية والمعارف الإنسانية الإبداعية التي أثرت الحضارات العالمية على مر السنين. ووزعت هيئة الثقافة خلال الفعالية كتاب الإسلام والفنون الجميلة لكاتبه المصري الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق، حيث أعادت الهيئة نشر الكتاب بتصميم جديد وبترجمة إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية. ويتضمن الكتاب شرحا حول كيفية تعاطي الإسلام مع الفنون بأشكالها المختلفة، كما عرضت الهيئة فيلما توثيقيا لاستضافة متحف البحرين الوطني لمعرض الفن في حضارة بلاد المسلمين، مختارات من مجموعة الصباح من دولة الكويت الشقيقة. اليوم طرح الفكرة لكي يتقبلها المسؤولون عن القرار الذي ربما يتخذ ليكرس يوما الفن الإسلامي كمبادرة مملكة البحرين. ونحن في هذا العام 2018 لدينا المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية، وشهدنا اجتماعا عاما لليونسكو عقد في البحرين قبل شهرين. من هذه المبادرة ومن المركز الإقليمي للتراث العالمي الذي يخدم البحر الدول العربية ومقره البحرين، جاءت هذه المبادرة لتكريس يوم الفن الإسلامي للاحتفاء بهذه الفنون التي تخاطب الإنسان وتعني بالتنمية المستدامة. الفن الإسلامي فن جميل، لم يرتبط بالطقس الديني في حد ذاته، فهو لم يكن فن كالفن المسيحي على سبيل المثال نشأ داخل الكنيسة، موسيقى متعلقة بالقداس المسيحي، بينما الفن الإسلامي هو فن، هو السجاجيد، هو العمارة التي تملأ الأماكن المختلفة، مش فقط المساجد، هي عمارة المنازل، عمارة المدارس، عمارة الأماكن العامة، فهو فن متاح للجميع. وهذه ظاهرة جميلة ينبغي نحن نركز عليها وأن يعيها العالم، فهو فن أثر كثيرا في الفنون الأخرى.